صباح الخير لكل متتبعي تونس الرقمية. احنا توا في المباشر من سوق باب الزنايز في بيجة. كما تشوفوا اليوم عنا الاسعار، نعطيكم لمحة على الاسعار اليوم في السوق. عنا البطاطا بين الدينار و 15 مليار، عنا طماطم اليوم 980، هذه الاسعار في سوق باب الزنايز في بيجة. نعاودوا نفكروا من كل من التحق بينا في المباشر، احنا توا في سوق باب الزنايز في بيجة، نعطيكم لمحة على الأسعار اليوم في السوق. عندنا البطاطا بين 980 للدينار، عندنا الجلبانة ب 4200، عندنا الطماطم ب 1280، عندنا الفلفل ب 2995. هذه هي الأسعار اليوم في سوق باب الزنايز. نمشي ونعطيكم فكرة على أسعار الدجاج اليوم في بيجة، بين يعني الدجاج ب 5500، سكالوب ب 10990، هذه يعني اسعار اللحم اليوم في سوق باب الزنايز. صباح الخير. اليوم كيلو العلوش في بيجة ب 24، اليوم لحمة المفتولة هذه أسعار الأسعار في سوق بيجة اليوم. مش عند الناس الكل. نعاودوا نفكروا كل من التحق بينا في المباشر، احنا توا في سوق باب الزنايز في بيجة، باش نعطيكم فكرة على الأسعار في سوق باب الزنايز. صباح الخير خويا، مرحبا بك. مرحبا. اعطونا فكرة اليوم على الأسوان بالضبط. الأسوامات اللي هنا في الحانوت هذه ديما شعبية. اعطونا الأسعار بالضبط. الجلبانة ب 2600، البطاطا ب 850، الطماطم ب 850، فلفل بدينار و 800. واضح. يرحم والديك. في النار يا بالرب، تلف بالرب، كل شيء اسوامات شعبيه. واضح. يرحم والديك. عايش. ربي يخليك. صباح الخير. صباح لاباس. نهزوكم توا للحوت، نعطيكم لمحه على اسوامات الحوت في بيجة. عندنا الدورات ب 13800، عندنا المرجان ب 8800. عندنا التريليا ب 9800. يا بطاطا.